مرحبا. عام 1933 أنشئت بألمانيا وزارة النهضة الشعبية والبروباغندا بإشراف جوزيف غوبلز. شملت الوزارة الأقسام الفنية التالية: الصحافة والإذاعة والأدب والأفلام والمسرح والموسيقى والفنون المرئية، وكان الهدف منها هو تحفيز الثقافة الألمانية النازية وحظر بعض أنواع الفنون مثل الموسيقى اليهودية والجاز والفن السريالي والتكعيبي. وبهي الفترة ولد مصطلح الموسيقى المنحلة أو الفاسدة. عام 1937 افتتح معرض الفن الفاسد في ميونخ، وهو معرض لأعمال فنية مصادرة انعرضت بعد السخرية والتشهير بالفنانين اللي أنجزوها. وبالعام اللي بعده عملوا معارض للموسيقى الفاسدة، وانتقل شغل الوزارة من التشهير للتطهير، وهالشي تسبب بهجرة عدد كبير من الفنانين يلي هربوا من ألمانيا مشان ما يكون مصيرهم مثل مصير زملائهم يلي فقدوا حياتهم أو انحبسوا. خلونا نبلش. هتلر اختار الموسيقي الألماني ريتشارد فاغنر ليكون مؤلفه الموسيقي المفضل ورمز للموسيقى النازية، لأنه فاغنر صاحب الشخصية الأكثر نفوذاً وجدلاً بتاريخ الموسيقى. نشر عام 1850 أطروحته بالموسيقى يلي اعتبر فيها اليهود عاجزين عرقياً عن كتابة موسيقى جيدة. الدكتاتور الإبن يلي عنا اختار علي الديك ليكون ممثل للأغنية الفلكلورية السورية، وبلشت موضة علي الديك وإخواته بسوريا مع أغنية الحاسودة يلي اندعمت من التلفزيون والإذاعات السورية الحكومية والخاصة، وصارت تنسمع بكل التكاسي والسرافيس والكراجات. والغريب أنه تم تصنيف هاي الأغنية على أنها أغنية تمثل الفلكلور السوري. يا بشر جمع أحبابك ولمهم، يا بشر جمع أحبابك ولمهم، ونقي خيرة رجالك والمهم، قولوا معي انتو المهم، انتو المهم وانا بغني. يعني بعد ما أنه أول نوتة موسيقية بالعالم وجدت بأوكاريت، وبعد ما أنه وجدوا بمعبد عشتار بمملكة ماري جنوب دير الزور أقدم مشهد لفرقة موسيقية، وبعد ما تبين أنه مملكة ماري عرفت الآلات الموسيقية الوترية والإيقاعية والهوائية، وأهم القيثارة ليكون لقب أورنينا عازفة معبد عشتار رمز الشعر الغنائي والموسيقي وملهمة للعالم لأكثر من 5500 سنة. بعد كل هاد بده يقنعنا النظام أنه علي الديك بيمثل في الفلكلور السوري. طبعاً هذا الترويج الحكومي والرسمي لأغاني الديك اترافق مع إهمال الألوان الموسيقية السورية الأخرى، ومنها الغناء الفراتي المتنوع واللي من أشهر ألوانه النايل والسواحلي والعتابة والمولية. لو جيت عند الضحى ومرت سهلنا مرور، والقدود الحلبية اللي من أقدمها قدود القديس السرياني مار أفرام عام 306 ميلادي. وأيضاً ألحان حوران وجبل عرب جوفية يلي غناها بمنتهى الاحتراف الفنان فهد بلان، والأغنية الدمشقية الرقيقة، وأغاني الساحل يلي تغنت للبحر والصيد والحبيبة، ومن أشهر أغاني الساحل السوري يا محلى الفسحة وهالأسمر اللون. يا محلى الفسحة عين 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 على راس البحر والقمر منور عين عين.
طبعا موضوع تسطيح التراث السمعي السوري بلش من وقت ما استلم حافظ أسد للحكم، يعني مشان ما نلزق التهمة كلها بعلي الديك لازم نرجع القصة لأولها ونشوف كيف إنه لا وزارة الثقافة ولا وزارة الإعلام ولا نقابة الفنانين كان عندها خطة واضحة لإيجاد مكتبة موسيقية سورية أو لحفظ التراث السمعي السوري، وكان يفترض أنه يكون هالشي عن طريق تمويل دراسات وحفظ التسجيلات ووجود عمل توثيقي بيحفظ الأغاني والموسيقى. أرشيف الإذاعة والتلفزيون هو أرشيف مهمل وغير منظم، هالشي اللي خلى عمليات حفظ التراث السمعي تكون غالباً جهود شخصية أو غير رسمية. على سبيل المثال، حفظ الموسيقى السريانية تم بفضل الكنائس يلي وثقت التراتيل السريانية. بس جزء كبير من الأناشيد الدينية الإسلامية صارت منسية كونه عم يتم تناقلها بشكل شفهي. وقفت ببابك أرجو سدادا وما لي سواك مجيرا أنادي. حتى أنه شيخ المطربين السوريين صبري مدلل تسجل له ألبوم بفضل جهود ثقافية فرنسية بعد ما شارك بحفلة قصر الثقافة بباريس. يعني بدل ما تهتم وزارة الثقافة بهيك قامة موسيقية تركت الموضوع لفرنسا. ليش الوزارة شو دخلها بالموضوع؟ وعلى سيرة وزارة الثقافة، لولا الفنان السوري مصطفى هلال كان ضاع الأرشيف الموسيقي الدمشقي، وهذا الحكي باعتراف من وزارة الثقافة نفسها. مصطفى هلال وثق على مدى 20 سنة الأغنية الشعبية الدمشقية وجمع 300 أغنية وأهزوجة شعبية كان يقدمها ببرنامج اسمه نشوة الماضي على إذاعة دمشق. هلال كان يزور المغنيات يلي اعتزلوا الغناء وياخذ عنهم الزغاريد والأهازيج والأغنيات، ودار على حفظة الأغاني المسنين يلي هن حافظين الطرب الدمشقي، وسجل كل شي حافظينه بالنوطة الموسيقية، وأعلن عبر إذاعة دمشق وبالجرايد الرسمية عن جائزة مالية مقدارها 100 ليرة سورية لأي حدا بيقدم أغنية شعبية شامية تراثية. وعن طريق هاي الجائزة وصلتنا أغنية يا سمك بني يلي غناها الراحل العظيم صباح فخري. صاري يا سمك يا بني تلعب بالمية لعبك يعجبني تلعب بالمية لعبك يعجبني يا سمك بني. وعلى سيرة الإذاعة والتلفزيون، ما في داعي نشرح ونحكي عن المحسوبيات والوصاية اللي بتطلع فنان على إذاعة دمشق وبتحرم آخرين من فرصة إنه ينعرفوا أو ينشهروا. لهيك ما كنت رح أقول في مشكلة لو إنه طلعنا على الديك كل ما فتحنا إذاعة دمشق لو حصل بقية المطربين السوريين على نفس الفرصة يلي حصل عليها على الديك. عام 1990 تأسس المعهد العالي للموسيقى في دمشق، وبحسب موقع المعهد فإنه الهدف من إحداثه هو النهوض بالموسيقى في سوريا عن طريق إعداد جيل من الخريجين الموسيقيين القادرين على حمل رسالة الموسيقى العربية والعالمية. يعني رسالة الموسيقى السورية أصلاً ما لها ببال المعهد اللي معروف إنه جزء من منظومة الفساد اللي بتتحكم بدخول بعض الطلاب المدعومين بالواسطة لإله. عام 2003 تم تأسيس دار الأوبرا يلي ما أجا من قلب النظام أنه يطلق عليها اسم وطني، إنما سماها دار الأسد للثقافة والفنون. ومن الأمور يلي تسببت بعدم نضوج الصناعة الموسيقية السورية هو عدم حفظ حقوق التأليف الموسيقي. لهيك حتى اليوم ما في عنا شركة إنتاج موسيقية سورية، ولهيك الفنانين يلي نجحوا وصار لهم اسم سافروا على لبنان أو على مصر لحتى يقدروا يسجلوا ألبوماتهم وينشهروا، مثل جورج والسوف، أصالة نصري، نور مهنا، ناصيف زيتون وغيرهم. تشويه آخر وكبير كتير عمله الأسد بالأغنية السورية هو تشويه مفهوم الأغنية الوطنية، يلي بدل ما تكون أغنية عم تتغنى لحب الوطن صارت بتحكي عن عظمة الأسد وإنجازاته. ما عاد في أغنية لسوريا فقط، صارت الأغنية للأسد، وإذا إجت سيرة سوريا بالمعية بكون كتير منيح.
هاي الصورة نشرها عام 2011 الموسيقي السوري مالك جندلي على فيسبوك، وفيها والد ووالدة مالك بعد ما تعرضوا للضرب من شبيحة الأسد. كتب جندلي تحت الصورة: صورة أهلي الكرام بعد الاعتداء الوحشي من قبل شبيحة النظام السوري عليهم داخل منزلهم بحمص، للانتقام من أدائي وطني أنا في مسيرة الحرية بواشنطن، دعما للشعب السوري الشجاع. وطني أنا، وأنا وطني، وطني أنا، وأنا وطني. حلقتنا لليوم خلصت. بالحلقة الجاية رح نحكي عن المسرح أبو الفنون. إذا عندكم صور للمسارح السورية بعتوا لي إياها على فيسبوك أو على تويتر أو على إنستغرام. باي باي.